أهلا بكم في النشرة الاقتصادية. نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لقاء تعريفيا حول قانون حماية المستهلك من أجل تعزيز وعي الشركات والمؤسسات التجارية بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزاري لسنة 2014 والتأكد من التزام القطاع التجاري بالأنظمة والقوانين. وقد جرى خلال اللقاء التعريفي مناقشة مختلف التحديات التي تواجه القطاع التجاري بغية تطوير وتحسين الأداء والإنتاجية والربحية في المؤسسات التجارية بما يتوافق مع قانون حماية المستهلك. وقد شكل اللقاء التعريفي فرصة لتفعيل آليات التنسيق والتعاون القائم بين الغرفة ووزارة الصناعة والتجارة ومؤسسات القطاع الخاص. نحن في غرفة تجارة صناعة البحرين عندنا اهتمام كبير بهذا القانون، ونحن نشكر مدير إدارة حماية المستهلك لتقديم أو شرح القانون في الغرفة اليوم، وهذا سوف يكون له انعكاسات الإيجابية الكبيرة للتعرف على هذا القانون والذي من خلاله توجد الحلول